اهلا بكم حلقه جديده من هاني موريان في بلاد الامريكان. الحلقه النهارده علشان انا لمده ما عملتش حلقات، انا عايز اعمل زي نظام تعقيب على بعض الحاجات، بعض الحلقات اللي احنا عملناها سواء انا او موريان، او بمعنى صح موريان. في ثلاث حاجات كده يعني عايز اغطي بيهم، حاجات لازم تفهموها، يعني حاجات انا يعني احنا يمكن مش هقول الدنيا والحياة فهمتنا الحاجات دي، حاجات ممكن انت عشان عايش في الدول العربية، يعني خاصة مصر او بعض الدول العربية، فهمها بمنظور تاني. واحنا لما بنقول لك على حاجة احنا فاهمين، يعني احنا عشنا في المنطقتين، يعني عشنا هنا وعشنا هنا. وحاجات من منطق اللي هو ايه، عايز افهمك اشرح لك حاجة انت ممكن ماخدش بالك ليها، اوكي؟ فدي ده المنطلق بتاعي انا. فاول حاجة بالنسبة لموضوع الحياة في مصر ولا الحياة في امريكا، دلوقتي انا مش هعلق على اي تعليقات، بس انا هقول حاجات بسيطة. دلوقتي لما مريان بتمنشن او بتقول ان احنا في مصر او في امريكا هنا، يعني كان ناقص لنا او ناقص لنا الحنان والدفء بتاع الاسري اللي بنحس بيه في مصر، او الحنان والدفء بتاع البلد، اللي هو ايه، انك انت بتطلع مع الناس في 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 الشارع، بتروح القهوة، بتروح تزور بعض، بتروح مثلا المؤسسة الدينية اللي عندك سواء كنيسة او جامع. ودي في حد ذاتها على فكرة حاجة كبيرة، يعني مثلا اقرب كنيسة، لا اقول انا كنيس جنب كتير، بس اقرب كنيسة بروحها انا على بعد 9 إلا ربع. فمن منطلق الحاجة دي لازم تفهم ايه هو الناقص الحياة هنا. احنا بنفهمك، مش بنقولك ان الحياة هنا وحشة، لا، بنقولك ان الحياة حلوة بس الريتم بتاعها بطيء وقاتل، والريتم بتاعها مش زي الريتم بتاع مصر، فيها حياة، فيها دوشة، فيها حاجة حلوة زي ما بيقولوا. مش بغض النظر على ال الحياة الاقتصادية الشغالة، يعني الحياة الاقتصادية الوعرة زي ما بيقول، او الحياة الاقتصادية اللي هي ازدادت سوء في مصر. وانا بشوف ناس كتيرة وبشوف يوتيوبات ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده، واخر واحد كان بيتكلم قد ايه واحدة كانت مستنية جوزها يجي من الشغل عشان ياخد اليومية بتاعته اللي هي كانت 100 جنيه علشان تشتري حاجات ما كملتش حتى طبق كشري. فإحنا متفاهمين ذلك، متفاهمين إن الحياة في مصر صعبة على ناس كتيرة، بس في نفس اللحظة في ناس كتيرة عايشة حلو جدا في مصر، عايشة الطوابير بتاعت الآيفون والطوابير بتاعت الـ يعني الفيلات لما بتتعرض، وفي ناس بتروح الساحل الشمالي والساحل الشرير والساحل مش عارف إيه، وناس في ناس معها فلوس، في ناس معها فلوس، بس الماجوريتي اللي معهمش فلوس واللي هم عندهم ضيقة حال. فاحنا فاهمين ده، وفاهمين ان برضو الحياة الاسرية ما عادش زي الاول في مصر. في طبعا في مصر برضو اللي هو ايه اللي يعني مش هقول اللي هو ما بتاخدش راحتك في تعبير الرأي، في حاجات كتيرة، حاجات كتيرة فيها ربط في الحرية فيها، وفاهمين ده. بس برضو الحياة هنا رتيبة، ما فيهاش حيوية، ما فيهاش فيها كل حاجة انت ممكن تجيبها وتشتريها، يكن اونت، يعني من بدل الايباد واحد عندك 2 3، بدل التليفون عندك 3 4، كل البيت عنده، بدل العربية عندك 2 و3، كل حاجة متاحة. رغم ان احنا انا ومريان ماشيين بعربية واحدة من ساعة ما عملت الحادثة. بس انت بتقدم ايه مقابل ده؟ بتقدم ده صحتك، تعبك، استهلاكك بمعنى استهلاكك. وانا مش بدي اكسكيوز، مش بدي اعذار، وانا احسن من غيري، وانا الحمد لله هنا جيت هنا، يعني جيت هنا وبدأت حياة، لو ممكن لو عشت في مصر ممكن ما كنتش هيبقى عندي نفس الامكانيات. موافقين على الموضوع ده؟ موافقين. فده يقفل موضوع اللي هي ان احنا بنعمل مقارنة. احنا مش بنعمل مقارنة، احنا بنقول
استعد. لو انت هتيجي امريكا او ناوي تيجي امريكا او في بالك انك انت بتحلم بامريكا، ما تفتكرش ان الحياة وردي. اوكي، ما تفتكرش الحياة وردي. مش هتاخد 100%، مش هتاخد، مش هتبقى ساتسفاي 100% او انك انت هتبقى راضي 100% عن حياتك. اكيد بتتاخد منك حاجات مقابل انك انت بتعيش حياة احسن. اوكي، متفقين؟ فمحدش يقول لي في الكومنت انت مش عارف ايه، تعال انزل مصر لو مش عاجباك ومش عارف ايه. انا احنا بنقول او الله بان انا انزل مصر بس ازور واعيش حياه يومين ثلاثه حلوه في الجو الاسري، ال 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 الشوارع اللي ما بتنامش، اللي هي الحياه، الحياه اللي احنا مفتقدين انها هنا. اوكي، اورايت، خلصنا الموضوع ده، خلصنا الجزء ده. جزء تاني، موضوع بتاع تكساس. احنا متاكدين او يمكن اكاد اجزم ان مش هتبقى في حروب، بس في مواجهات، والمواجهات دي بتبقى علشان اغلبها يعني علشان حاجات انتخابيه بحته، يعني حاجات انتخابيه بحته. لا هو غضب الله على امريكا انهم هم ربنا بيوريهم مثلا اللي حاصل مثلا في الميدل ايست، هم بيجي هنا ولا بتاع، لا، كل الحاجات دي كلها حزبين بتصارعوا على السلطه، وكل حزب بيضرب في حزب، و يعني خلوهم من منطلق ده مش هتحصل حرب. في ناس كتيره هنا العقلاء زي ما بيقولوا، يعني مش هيوصلوها للحد ده، بس هيوصلوها يعمل شت داون للحكومه، الميزانيه ما يوافقوش عليها، ينعندوا في بعض. وحته ان في حد كان بيقول ان احنا بنتكلم عن ان احنا لازم نقفل البورد ولازم نقفل الحدود عشان نتحكم، احنا بنتكلم من ناحيه، من منطلق الامن والامان. انا مش بمنع ان الناس تيجي زي ما انا جيت، انا مش بمنع. ولو ان احنا استنينا 10 سنين و12 سنه لغايه ما جت لنا الهجره وجينا بالطرق القانونيه وعملنا كل الورق والمصاريف بتاعتها وكل حاجه، انا عارف الناس اللي بتيجي من الهجره عن طريق المكسيك دي برضو بتدفع فلوس كتيره، ولكن احنا كل اللي بنقوله ان العمليه لازم تتحكم، لانك ما تضمنش مين اللي بيدخل، ما تضمنش مين اللي بيدخل. عصابات على اي نوع من البشر، ما تضمنش ايه اللي يحصل بعد كده، بكره وبعده. انا كمواطن هنا جيت هجره، انا مش بمنع الهجره عن الناس دي، اهلا وسهلا بيهم، هيقننوا وضعهم وهيشتغلوا وهيدفعوا ضريبه او ضرائب زي ما انا بدفع، وهياخد اللي هياخد اللي واللي عليه بعد كده، اهلا وسهلا. لا حاجة اشتغل كاش ومش عارف ايه ومش عارف النظام اللي هو انا جيت ومن بعد الطوفان، لا، ما دي برضو بتبقى برضو صعبة، يعني صعبة انك انت بتشوف نفسك بتشتغل ويطلع عينك وبيتاخد منك ضرائب قد كده، ضرائب عقارية على ضرائب عربيات على ضريبة دخل على ضريبة مبيعات على كل انواع الضرائب اللي ممكن تتخيلها موجودة في البلد دي. شوية هيعملوا لنا تاكسيز على الهواء اللي بنتنفسه بره. فاحنا ملناش الحق ان احنا نقول ان ده، يعني ملناش الحق ان احنا نمنع الهجرة عن الناس، بس لينا الحق ان احنا نقننها، يعني نطلب انها تتقنن بطريقة تبقى صح عشان نضمن مين اللي داخل ومين ما دخلش. اوكي، في تالت حاجة بس انا كنت نسيتها لما دخلنا موضوع الهجرة. موضوع راز ومش راز. بصوا يا جماعة، محلات راز وجيبس، يمكن جيبس ده مش موجود منه غير في المنطقة بتاعتنا هنا في وست فيرجينيا وفيرجينيا وكده، وتي جي ماكس، مارشال، تي جي ماكس ومارشال شركة واحدة، ميسيز باكستيج دي نفس القصة، كلهم نفس الايديا، كلهم بيبقوا عبارة عن شركات بتاخد اللي هم البواقي، البالة زي ما بيقولوا، البواقي من كل انواع اللي هو ايه، اللي هو نهاية السيزون بتاع كل حاجة،
يعني مثلا شركات كبيره، شركه بولو مثلا، ولا شركه يعني ما علينا من الاسماء، اديداس ولا نايك ولا الحاجات دي كلها، بتعمل ديزاين معين السنه دي، ده الديزاين بتاعها، خلصت الكميه اللي هي عايزه تبيعها، وبقت كميه خلاص الديزاين الجديد نازل، فالكميه اللي هي عندها تتصرفها ازاي، بتوزعها للمحلات اللي هي ايه مسميها محلات البلد. فراس بيعمل ايه للبواقي اللي عنده بقى، من البواقي، البواقي من البواقي بيعملها، بيضطر يخلص منها في بلد تاني جايه عايز يخلص منها، فبينزلها للدولار ونص، ل2 دولار، ل3 دولار، فبيبقى يوم واحد كليرنس، يومين كليرنس. على فكره ده موجود في تي جي ماكس، موجود في باك ستيج، موجود في كل حته، بس راز مشهور قوي لان هو اخد السمعه اللي بتاعه 49 سنس، وبتبقى الهجوم وبتاع، فمحدش يجي يقول لي انتوا بتشتروا، بتقول للناس اللي في مصر ان احنا بنشتري حاجات، لا احنا بنشتري، انا بشتري من براندات، بس ما يمنعش ان انا اروح المحلات دي، يعني انا دي جابه من اوتلت بتاع اندر ارمر، بس ما يمنعش ان انا اشتري حاجات من راس، من تي جي ماكس، من حاجات دي، وبيبقى عندهم حاجات حلوه وديزاين حلو. فما بلاش يعني الاحكام المطلقه بتاعتنا اللي احنا، انت بتقولوا ايه، انت بتقول للناس اللي في مصر ان احنا بنشتري حاجات رخيصه، لا احنا بنفيد الناس اللي قاعده هنا، اللي عايشه هنا، مالناش دعوه بالناس اللي ده هتاخد معاها هدايا، خدوا هدايا من هنا، خدوا هدايا، الهدايا دي ليها قيمه في مصر، وانت مش بتجب عليهم، انت بتجيب من اللي تقدر عليه، فما لهمش انهم يقولوا لك دي بكام ومش بكام ودي ازاي ومش ازاي. اوكي اتفقنا. مجمل الفيديو ان انا بس حبيت افتح قلبي معاكم، لان في برضو بعض الكومنتات انا مش يعني انا مش محدد كومنت معين، يعني انا مش بجادل مع حد او بقول له انت غلط وانت غلطان، انا كنت بعملها في بدايه القناه، لكن دلوقتي انا بفهم، بشرح لك ايه هو الصح وايه هو الغلط، ازاي تفكر، سواء انت في مصر او في البلاد العربيه وبتسمعني، او سواء انت هنا وبتسمعني، سواء وافقت على رايي او سواء خالفت رايي، هنا انا مش بحجر على رايك، بس لما بنتقد وباحترام بقبل النقد، لان في خيط رفيع ما بين النقد وقله الادب، ماشي، في كومنتات كتيره يمكن انتم ما بتاخدوش بالكم منها، لان بتيجي عندي انا على حته اسمها هولد تو ريفيو، في حاجات تبقى هولد تو ريفيو، وابص بلاقيها فيها شتيمه بدلدها قبل ما انزلها. ف يعني انا والله صدقوني مش زعلان ولا حاجه، انا بس بقول، انا بوضح صوره، يا رب تفهموني، فاهمين ازاي بوضح صوره، انا ليه مده ما نزلت ما طلعتش بحلقات، مش علشان حاجه، بس انا نفسي اطلع بمواضيع بجد 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 تهتم، يعني تفيدكم، وان شاء الله هطلع بمواضيع تفيدكم في الفتره اللي جايه. يعني الناس اللي مستنيه، اخر حاجه، الناس اللي مستنيه موضوع الضرايب، انها تستنى تعمل الضرايب علشان موضوع مشروع القانون اللي هو في الكونجرس، ان هم اللي هو يضيفوا فلوس زياده للاطفال، او يدوا كريدت زياده للي معاهم اطفال، يجو هيد فايل، لان هم الكونجرس النهارده قال، او الاي ار اس طلع بيان النهارده قالوا ان هم حتى لو انت فايلت والقانون يعني سمح بيه، يعني مش مطلوب منك انك انت تعمل اماندمنت او انك انت تطلب انك انت اعاده انك تاخد فلوسك، لا هم اوتوماتيك هيبعتوا لك شيك لو في فرق في الفلوس. فده كان كل اللي عندي النهارده، يا رب تفهموا الحلقه انا اقصد ايه، ودمتم في صحه وسعاده وسلام وامان، ومن هنا اقول لكم سلام.